التي تمثل فريقين في أحداث هذه المباراة المنتظرة. كل شيء من حولنا يشعرنا بمباراة كبيرة تستحق المتابعة، وننتظر هذا التحدي بين النصر والاتفاق. كما جرت العادة قبل انطلاقة كل مباراة في مباراة كرة القدم السعودية، عزف النشيد الوطني السعودي قبل انطلاقة أحداث هذه القمة التي تجمع بين النصر والاتفاق، وهي قمة بين اثنين من أهم الأندية في المملكة العربية السعودية تاريخيا، على مستوى الأسماء، على مستوى النجوم والأساطير اللي قدمت في تاريخ الناديين والتي خدمت المنتخبات السعودية على مدار تاريخها، وأيضا على مستوى البطولات التي تحققت محليا، إقليميا، خارجيا، على مستوى القارة الآسيوية وغيرها في منافسات كبيرة. الانطلاقات الأولى، اللمسات، المهارات، البينيات، الأرض. النصر اللي يكتب الخطوط العريضة في هذا الموسم. كرة تاليسكا إلى الدفاع عن طريق جاك هندري، ثم إلى حارسه باولو فيكتور. كما يسار غري على اليسار، غري تمويه، غري تسديد، وكرة صار إلى تيليز. عرضية تيليز خطيرة بالرأس، لكنها في اللقطة الماضية أمام فرصة كانت باتجاهي، وفرصة وتسديدة. يا إلهي على الاتفاقيين. في الأصل كان فيها تسلل على هجوم الاتفاق في الكرة على اليسار، انتظار تمريرة طويلة وحاول لكريستيانو طولها على نفسه رونالدو شوية بس منطقة الجزاء. هندرسون بينية خطيرة، فينالدو قوية. الكويكبي داخل منطقة الجزاء، كويكبي يحاول المرور، يحافظ على الكرة، تسديدة العقيد يتألق في صدها، في ردها، في تعاهد تنفيذ الكرات الثابتة. يلعب الكرة العرضية خطيرة لكنها تبعد، مرضى غير عادي. أوتافيو سعادة، وهذه خطيرة للصراوية. رونالدو، رونالدو يحاول التمويه في الوقت اللي فيه يقاتلون على بطولات النفس القطرة على حكم المباراة. توتر لم نعهد للنجم الكبير كريستيانو في اللقطة الماضية. ساديو ماني يحاول على الخط، على الخط يحاول ماني أمام، ما شاء الله طاقة متجددة. هذه البطاقة الصفراء اللي كانت من جانبي عثر لك. رونالدو يصل، كريستيانو لساديو، تأخر ماني وبعد التمويه، تمرير، فرصة ليوتافيو داخل منطقة، مر والتمرير. يفضل اختراق لوحده حمدان، مر حمدان، مر وكرة في هذه من الأهداف طويلة لرونالدو. الكنترول لكريستيانو داخل منطقة، ماري حطها لرونالدو، هذه كرة كريستيانو، كريستيانو مر والتسديد. هزازي في التغطية من جانب بروزوفيتش في النصر، هندرسون في المقابل، فإنه يكون رونالدو. يا عيني رونالدو، وين هالتسديدة بعد ذلك؟ وتاليسكا تعثر مبدأ الاستمرارية وأفضلية لا شيء في اللقطة الماضية. تاليسكا مر، تاليسكا مر، تاليسكا بينية يبوشر على اليمين، نصراوية بينية، لكن الدفاع تدخل إلى الركن للعالمي نجم مان يونايتد السابق في هذه الكرة. يلعب الكرة العرضية الجهة اليسرى نصراوية، الكرة العرضية، رونالدو في الانتظار، هندرسون في الطريق، حلوة حلوة، كرة حلوة، تسديدة، فرصة بينية لجراي، مرة جراي، مرة جراي، والكرة كبير جدا في التمركز. بالسلامة ليوتافيو، شوف ردة الفعل. الجزاء، تصل كرة لساديو ماني بينية لكنها بدون تركيز، لمسة في وسط، أكثر من الهدف في هذه اللقطة، في هذه الكرة العرضية، لكن الدفاع. العودة لبروزو، البحث عن كريستيانو، هذه بينية خطيرة. رونالدو تحدى حجم الضغط النصراوي الهائل في هذه الأثناء. بروزو حطها دون أن يصل إلى مرمى. الكويكبي عدى، الكويكبي يحاول بكرة وإبعاد في اللحظة، يحاول في هذه الأثناء البحث عن الروس، اقتناص الفرصة. أتيت لنا خايبر يا عرضية الإمام، كريستيانو كنترول، لكن التغطية ثابتة. المحاولة بجانب بروزو خطيرة وفرصة رونالدو. ذكية الكرة، التفاهم اللي كان بين بروزوي، يمكن ان يفعل كثير. حلوه من اوتافيو، لمسه لخيبري، عرضيه حولها على الجهه اليمنى، الكره لخيبري طويله باتجاه كريستيانو، لكن الحاتم بمهارته بعوده للوراء، تيريس عرضيته. في الليالي الصعبه هناك تاليسكا،
تكفي، لمسة واحدة تكفي، كورة واحدة تكفي لأن يغير تاريسكا كل شيء في الملعب، ثم يرقص في ساحة النصر مثل ما اعتاد أن يفعل كثيرا، وبعد المباراة يذهب ليغني، يضرب الجماهير، يضرب نفسه. تشارلز بكرة عرضية في متروعة، وبعد ذلك هذه اللفة، هذه الكرة، هذه الأتمة النصروية اللي نهايتها كانت بلدغة بنسعة في هذه المباراة. ذلك إلى لابورت، أمامية طويلة، تغطية دفاعية على مرة، لمسة تصل إلى رونالدو، محاولة باتجاه ساديو ماني التسديدة، لكن محمد عبد الرحمن أول تقدم في الشوط الثاني. الكويك يبحث عن كرة عرضية خطيرة، لاعبي أكثر في هذه الدقائق، تيريز يبحث عن رونالدو، كرة طويلة لكن نافية، الطموحات اللي ستصبح أكبر، هذه اللقطة اللي أقصدها، محاولة حاول إلى تيريز بحثا عن رونالدو، الكرة العرضية بعيدة وصعبة على رونالدو، تصل كرة لأوتافيو، أوتافيو باتجاه رونالدو طويلة لكن التجارب يوتافيو ذكية بدون كرة لكنها بعيدة وعلى مرتين يحصل على سيكو، يبحث عن كرة عرضية، ينتظر مساندة، يتأخر شوية، يبحث عن ركنية النصر إلى انتصار جديد ثمين على مستوى بطولة الكاس. تيريز يلعب كرة عرضية خط كجناح حيمن، مر الفنان، مر أوتافيو، مر، ولكن التهاول يتركب في انتظار هذه الكرة، الفرصة النصراوية تلعب روعة لكنها مرت بمحاذاة القائم، كرة طويلة أمامية بعيدة على أحمد وفي الأخير سهلة إلى نواف، روعة على جهة اليسار، تيريز كرة عرضية خطيرة من تيريز، وعدى على اليمين، خطيرة على اليمين، فيرناندو عرضية خطيرة باقية، الأهداف لم تأتي، البلنتيات ركلات ترجيح لا زالت، بلمسة سريعة الموسى لأندرسون مرة أخرى بكرة عرضية خطيرة، لقد كانوا قريبين من المرمى في لقطتين، في كرتين للقائد، ترقب وانتظار، هندرسون يلعب الكرة العرضية داخل المنطقة، كرة طويلة خلف المدافعين صعبة على أحمد وفي الأخير سهلة إلى حارس، وسط الزحمة حلوة التمريرة خطيرة ولكنها في الدفاع، أقرب لليمين محاولة مرور عادة ماني التسديدة لكنها تصطدم في أحد المحاربين، يصل ساديو ماني إضافي ثاني وهجمة أولى، عرضية أولى خطورة، من يحيى على جهة اليسار يبحث عن كرة عرضية خطيرة، أحلى فرحة، أحلى همسة، أحلى لدغة، أحلى كورة، أحلى هدف، أحلى توقيت، ماني في الوقت الإضافي، هدف نصراوي بعد تمريرة رائعة من جانب أيمن يحيى البديل بالتمريرة الذكية، ما عجز عنه كل اللاعبين، أيمن وين أسد التيرانجا، تتركونا لوحده، ألا تعرفون من هو ماني؟ ألا تدركون قيمته؟ ألا تدركون أهميته؟ ألا تعرفون قوة هذا السلاح؟ قوة تلك الضربات، قوة تلك اللمسات واللدغات والمهارات والأهداف، سجل أسد التيرانجا لمصلحة النصر، يأتي لمين ماني، مر ماني، مر ماني، مر، وكرة يا إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب، الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة، بروزوفيتش، كرة إلى الأمام، فرصة هجوم معاكس، يبحث عن المهاجم، لمسة داخل منطقة الجزاء، سافيج يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يلعبها عرضية،
يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. نيمار يا إلهي، هدف للزعيم لمصلحة الهلال. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها.